واقعة في مصر إرادة شعبية بحتة، يعني الشعب أراد إسقاط محمد مرسي لسياسة لسياسته هو شخصيا وسياسة حكومته الفاشلة، والجيش المصري استجاب وانحاز للإرادة الشعبية. انقلاب على الشرعية ينزل أكثر من 33 مليون مصري الميادين والشوارع والقرى والنجوع. كل مصر كانت يوم 30/6 في الشارع، فأي انقلاب على الشرعية؟ لو كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي انحاز لمرسي وموت الناس اللي في الشارع كان هيتقال إيه؟ لا، مش انقلاب، بتاتا مش انقلاب. اللي حصل لحدث في مصر ثورة شعبية استكمال لمسار ثورة 25 يناير اللي الإخوان سرقوها مننا وحولوا مسار الثورة من مصر مدنية عايزين يحولوها لمصر إسلامية. لبسوا عباية الدين الإسلامي للضحك على البسطاء المواطنين المصريين البسطاء، وده أمر تنبهنا له بسرعة وفقنا من الغيبوبة اللي كنا عايشين فيها في سنة حكم مرسي، وقمنا بثورة جديدة تصحيح لمسار ثورة 25 يناير. مش انقلاب خالص. بعد الثورة في خريطة طريق احنا ملتزمين بيها، في سيادة الرئيس عدلي منصور ملتزم بتنفيذها، بنوضع الدستور بتاع البلاد. بعد الدستور في انتخابات مجلس الشعب، بعد انتخابات مجلس الشعب هنختار الرئيس الجديد لمصر ان شاء الله بإذن الله. احنا دور ميداني، يعني بنشوف الشعب على الارض، بنشوف الشعب المواطن المصري عايز ايه، بنحاول نوصل صوته للمسؤولين مش اكتر. احنا نبض الشارع، نبض الشارع المصري هم حركة التمرد. الشعب المصري احنا نلنا ثقته، بيثق فينا كتير، وان شاء الله نكون عند حسن ظنه دائما. انا شايفة ان الامر ده سابق لاوانه، مفيش تفكير في رئيس دلوقتي خالص، نمشي في خريطة الطريق واحدة واحدة، يعني خطوة خطوة. الاول نطلع الدستور بتاعنا، وبعدين انتخاباتنا، وبعدين نشوف مين اللي يصلح يجي للرئاسة. انا عن نفسي رأيي شخصي بعيد عن تمرد، اتمنى للفريق السيسي يكون رئيس لمصر، ودي الحالة الوحيدة اللي هسمح للمؤسسة العسكرية ان تقود فيها البلاد السيسي. غير السيسي مش هنسمح بتدخل المؤسسة العسكرية في الرئاسة مرة ثانية. برضو هقول لك رأيي الشخصي، حسني مبارك راجل كبير عجوز كهل، ما عدناش عايزين منه حاجة. اتكشف للشعب المصري السنوات 30 سنة اللي عشنا فيها في قهر وظلم ودولة بوليسية كل العالم دلوقتي عارفها، وخلاص هو أسقطنا نظامه، ما عدناش عايزين منه حاجة. ممكن نعيد محاكمات من أول وجديد، القانون ياخد مسار، أكتر من كده لا. إنما مرسي وعصابته وقيادات الجماعة مش ممكن هنسيبهم، لازم محاكمات عاجلة وثورية لازم. احنا بندعم تمرد المغربية بالرغم ان الامر في المغرب مختلف، هنا الملك بيضمن الامن والامان للبلد. احنا حاسين ان الاخوان مش هيأثروا في المغرب كتير، لان في ضمانة كبيرة اللي هو جلالة الملك محمد السادس، وانا عارفة ان هو الشعب المغربي كله بيحبه وكله ماشي خلفه. يعني حاسة ان الاخوان بما انهم جماعة واحدة في كل العالم، صورة بالكربون، كل طباعهم وتصرفاتهم في الوطن العربي واحدة، بس هنا الشعب المغربي عنده من الوعي ومن الثقافة ما يؤهله ان هو ما يتركش لهم الحكم يعني بنظام لهم هم بس، لا، في حزب الاستقلال اللي احنا في ضيافته الان بيقوم بدور المعارضه، ومعاه معارضين الاتحاد الاشتراكي على ما الاتحاد الاشتراكي، وفي احزاب اخرى كمان معارضه. الاحزاب دي صحيه جدا وواعيه جدا، وعمرهم ما هيكرروا اللي حصل في مصر يحصل في المغرب.